السلام عليكم البنات، كتير اللي لاباس عليكم. كنتمنى جميع احوالكم تكون على خير. اليوم غنصاوب معكم هذا الكغطا هذا اللي كيجي لذيذ، يعني وجبه العشاء سهله جدا، كتوجد في 10 دقائق. كنتمنى البنات تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. هانتوما كيف كتجي، غادي نقطعها البنات وتشوفوا الشكل ديالها كيف كيجي. ها هو الشكل النهائي ديالو. ودابا ندوزو للطريقة والمقادير. انا البنات درت هاد البصيلة، هاجي هاد البصيلة قطعتها رقيقة، ودابا نخليها طيب واحد شوية عاد نزيد الصلصة ديال الدجاج ونزيد التوابل. وهاني دابا ضفت الصدر ديال الدجاج، دابا غندير التوابل ديال الابزار و ديال التنفير الملح. راني درت مع البصيلة الزيت كيف ما قلت لكم. هانتوما البنات ضفت على طرية داك الملون داك الابزار داك الملح. دابا غنحرك العناصر كاملين، نخليو الصدر ديال الدجاج يطيب شوية. ودابا ضفت من بعد ما طاب شوية الصدر ديال الدجاج، ضفت واحد المعلقة كبيرة ديال صلصة الطماطم، نخلطها مزيان. ومن بعد غنضيف واحد شويه ديال الماء ونغطي عليه باش يطيب. هانتوما نضيف واحد شويه ديال الماء صافي، نخليه دابا نغطي عليه ونخليه يطيب مزيان. ودابا صافي ها هو الدجاج ديالنا وجد. نزيدو نصوبو الصلصة ديال البشاميل. وبالنسبه للبنات لصلصه البشاميل غندير، درت هنا نسيتو ديال الحليب، انا غنديرها غير بنشا، يعني فاش كنكون زربانه دغيا كنديرها نشا وكان يعني كنسربي. دابا غندير 2 معالق ديال النشا. هانتوما البنات 2 معالق ديال النشا. وغندير دابا الملح وغندير معلقه ديال الزبده. هانتوما دابا غنضيف الزبده وغنضيف دابا الملح وغنخلي ابزار حتى الاخر وغنضيف الابزار. هانتوما البنات غنبدا نحرك. هي البنات صلصة البشاميل راه بدات كتعقد، ودرت الإبزار نستمر في التحريك باش ما تكتلش ليا يكونوا فيها دوك التكتلات. وهي صلصة البشاميل دابا عاقدة صافي، غنطفي عليها النار. دابا اول حاجه غناخديت هاد المول هذا، غندير واحد شويه ديال صلصه البشاميل الاسفل. وغنزيد عليها لي بات هادي. وهنايا درت اول حاجه شويه ديال صوص بشاميل في الاسفل، ودرت لي بات من الفوق. وغادي ندير دابا شويه ديال صوص بشاميل من الفوق. ودابا بعد ما ضفت واحد شويه ديال صوص بشاميل من الفوق، غنضيف هاد الصدر ديال الدجاج اللي طيبت مع لاصوص ديال مطيشه ديال الحك.
نوزعوا على الطريقه هذه، نزوري كامل. صراحه البنات هذا الكغاتان كيجي رائع. ودابا غنضيف واحد الطبقه ديال لي بات ديالي عاوتاني. من بعد ما ضفت الطبقه ديال لي بات غنضيف هذا الفرماج ديال الساندويتش. ومن بعد غنضيف عاود طبقه ديال لي بات. من بعد فاش ساليت الطبقه ديال لي بات غنضيف دابا ديك لاصوص بيشاميل اللي بغيت، نوزعها من الفوق كامله. صافي البنات، وغنضيف واحد شويه ديال الفرماج محكوم. هذا هو الكغاتان ديالي من بعد ما وزعت عليه واحد شويه الفرماج محكوك. بقات لي هذه ديال الساندويتش، غنوزع على هذه الطريقه، هذه قطع قطع قطع. صافي البنات، وغنديرو دابا في الفرن، ومن بعد نتلاقاو نشوفو الشكل النهائي. وهذا هو الكغاتان ديالي، دابا غنديرو في الفرن يطيب، ومن بعد نتلاقاو نشوفو الشكل النهائي. الكغاتان البنات كيطيب، راه بدا كيتحمر من الفوق غير بوحدو. صافي غنشعل عليه من الفوق شويه تحمر. صافي وانا نحيدو.